في العطلة رايحين. شفنا بروتوكول الليزبانينج تري وشفنا الفيرجن بتاع سيسكو بروبرتاري اللي هو البي في اس تي والبي في اس تي بلس، صح؟ هو بروتوكول محترم بس فيه رعب بالنسبة للتايمرز. بمعنى تعالوا مثلا دلوقتي نفترض شوية سيناريو كده، عندي سويتش كونكتد هنا بكاس كمبيوتر بالسي تمام، وده سويتش وهفترض ان هو كونكتد بالانترفيس اس ب 0 على 0 تمام. طبعا احنا لسه قايلين اساسا قبل البريك ان اي بورت على السويتش الديفولت بتاعه ان المود بتاعه بيبقى بلوك، صح؟ بيقعد قد ايه عشان يبقى فورورد؟ 30 تمام. فانا دلوقتي البورت ده متوصل بي سي، في اي قلق منه انه يسبب لي في سويتشنج لوب؟ احنا عارفين ان السويتشنج لوب يحصل امتى؟ لما يكون سويتشات متوصله ببعضها وفي حاله كمان الريدندنسي تمام. انما بورت زي ده عمر ما هيسبب لي فلو. طب افرض دلوقتي ان الراجل اللي قاعد على البي سي، الموظف اللي قاعد على البي سي جاست ان هو عمل ديسيبل وانيبل للكارت، انا كده بلعب في كام ثانيه؟ 30 ثانيه. ما هو ديسيبل خلاص بالنسبه للسويتش، حاسس ان البورت بقى داون، يجي يقوم تاني 30 ثانيه. طب افرض ان الكابل ده كان لوز مهزوز يا دوبك بس اتحرك سنه صغيره وركب على طول، برضو بتكلم في 30 ثانيه. التايمر دي مرعبه، كانت زمان التايمر دي منطقيه، انما دلوقتي عمليه البوت بالنسبه للويندوزات الجديده اصلا اسرع بكتير من زمان تمام. وعلشان كده بداوا ان هم يفكروا في شويه انهانسمنت، تحسين لبروتوكول السبيلنج تري، سواء البي في اس تي او البي في اس تي بلس او حتى السبيلنج تري الاصلي تمام. اول انهانسمنت، اول تحسين فكروا فيه بورت فاست. بورت ايه فاست؟ ايه تاثير البورت فاست ده بقى؟ قال لك ريكومندد ان اي انترفيس بيتوصل بي بي سي انا بحوله لبورت فاست. تاثيره حاجتين، التاثير الاولاني ان الانترفيس ده لو كان بلوكينج عشان يتحول للفورورد في النو تايم، ما بيعديش على المراحل بتاعه الليسننج والليرننج، وده اللي انتوا عاملينه عندكم يا ثروت في الشركه تمام. يبقى تاني اول تاثير ليه ايه؟ ان البورت لو في حاله البلوكينج يتحول للفورورد في ايه؟ في النو تايم. ده اول تاثير تمام. بس معلش يعني انا بالنسبه لي يوم على الموظف ايه يعني يستنى 30 ثانيه؟ ما يتنيل يستنى تمام. التاثير الثاني ده الاهم جدا بالنسبه لي. قبل ما نفهم التاثير الثاني تعالوا كده نرجع تاني نفتكر البي بي ديو. ايه البي بي ديو ده؟ الهالو اللي بتتبعت ما بين او الروت سويتش هو اللي بيبعتها تمام. للدقه عندي نوعين من البي بي ديو. النوع الاولاني كونفيجريشن بي بي ديو، والنوع الثاني اسمه تي سي ان توبولوجي تشينج نوتيفيكيشن. نمسك واحده واحده. ايه اللي كونفيجريشن بي بي ديو؟ مين اللي بيبعتها؟ الروت سويتش كل ثانيتين. الروت سويتش كل قد ايه؟ ثانيتين تمام. امال التي سي ان توبولوجي تشينج نوتيفيكيشن؟ قال لك دي مين اللي بيبعتها؟ دي كل السويتشات بتبعتها لما يحصل عندها تشينج، مش كل ثانيتين لا، لما بيحصل عندها تشينج تمام. تاثيره ايه؟ قال لك لو انا عندي اي سويتش حصل عليه اي تغيير، بورت وقع، بورت انضاف، وات ايفر، حصل تغيير اهو، هيبعت تي سي ان لكل السويتشات اللي معاه في الشبكه كلها يقول لهم يا جماعه حصل تغيير، امسحوا الماك ادرس تيبل، ابنوه تاني من اول وجديد تمام. للدقه بيخلي قيمه الماكسيمم اتش اسال ايجنج تايم. حد فاكر الايجنج تايم كان قيمته باي ديفولت قد ايه؟ المكات بتتمسح من الماك ادرس تيبل بعد قد ايه؟ 300 ثانيه. 300 ثانيه بلاش كلمه 5 دقايق، بعد قد ايه؟ 300 ثانيه تمام. للدقه بقى البورت فاست اول ما السويتش هيبعت لبقيه السويتشات ان حصل تغيير، مش هيقول لهم امسحوا التيبل في النو تايم، لا هيقول لهم خلوا قيمه الايجنج تايم هي نفس قيمه الماكسيمم ايج. الماكسيمم ايج اللي هي كام؟ 20 ثانيه. يعني بقيه السويتشات هتمسح الماكات من الماك ادرس تيبل تعمل له فلاش بعد 20 ثانيه تمام. تخيل بقى السويتش ده متوصل هنا بسويتش وده متوصل بسويتش، توبولوجي كبير زي شبكه الجامعه على سبيل المثال، جاست ان موظف دلوقتي قفل الكارت ولا فتح عمل ديسيبل او انيبل للكارت او بيطفي الجهاز وبيقوم الجهاز هو مثلا شبكه زي شبكه الجامعه، بمعدل كل قد ايه موظف بيفتح جهازه وبيقفله؟ على طول صح؟ ممكن كل دقيقتين ثلاثه اصلا اكشن زي ده يتم. معنى كده ان السويتش ده هيحس ان حصل تغيير، اول ما يحس ان حصل تغيير زي ما اتفقنا يبعت تي سي ان لبقيه السويتشات بتاعه الجامعه كلها يقول لهم يا جماعه فلاش للماك ادرس تيبل بعد 20 ثانيه للدقه، ابداوا بنو تاني من اول وجديد
ده ايه العك ده؟ صح؟ تمام؟ لو انا دلوقتي خليت الانترفيس ده حالته بورد فاست زي ما اتفقنا، دي تأثيرين. التأثير الاولاني ان دلوقتي البورد ده عشان يتحول من البلوكينج للفورورد في النو تايم. التأثير الثاني والاهم ان لو حصل اي تغيير على البورد ده، السويتش مش هيبعت تي سي ان لبقيه السويتشات بالتغيير اللي حصل عليه، وده اللي يهمني اكتر عشان الشبكه بتاعتي تبقى ستيبل اكتر. مش حوار محتفظ، يعني انت دلوقتي بقى ايه؟ بلوك، ماشي اوكي خليه بلوك، بس هيبعت للي حواليه يقول لهم عندي انترفيس بقى بلوك؟ قام بقى فورورد، هيبعت للي حواليه يقول لهم ان هو بقى فورورد؟ هيبقى محتفظ بيه بنفسه يعني. واضحه كده؟ تعالوا بقى ما تقوليش ده بقى. هسحب دلوقتي سويتش. تمام؟ وهسحب بالسي او اقول لكم تعالوا اسحب راوتر. عشان حتى بالمره اعلمكم ازاي الراوتر انا هتعامل معاه معامله السويتش، ازاي هلعب على الراوتر اخليه يتعامل كانه سويتش. تمام؟ وهوصل اسر 0 على 0 باي بورت هنا، ونستر كده الانترفيسز ونقومه. طبعا لو جيت على السويتش كده بسرعه وقلت له هنا حاسه هادي، لا كبر قوي زياده عن شو نخليه 16 كنت شو بيننج 3 انتر. الانترفيس اسر 0 على 0 ده اللي انا انترستد فيه دلوقتي، حالته ايه؟ ليرنينج. اكيد عدى على مرحله الليسننج ودلوقتي في حاله الليرنينج، يعني مسهل الحال. اخيرا بقى ايه دلوقتي؟ فورورد. تمام؟ الراوتر اللي انا سحبته هنا دلوقتي زي ما قلت لكم انا هتعامل معاه معامله السويتش. تمام؟ فهاجي بس على البورت بتاعه، حتى هذه اللحظه انا بتعامل معاه كانه راوتر، كانه بي سي. ما هو الراوتر عمره ما هيبعت سبانينج تري. هنزل بحث بس تحت الانترفيس بتاعه واقول له نو شوت داون بس مش اكتر. تمام؟ الانترفيس بتاعي في حاله الفورورد. اللي انا هعمله بقى دلوقتي ان انا هنزل تحت الانترفيس ده اقول له شوت داون وبعد كده نو شوت داون، انا لسه ما طبقتش البورت فاست. تمام؟ هلاقي نفسي هقوم تاني في حاله الفورورد بعد قد ايه؟ 30. بعد كده هطبق البورت فاست. تمام؟ واجي تاني اعمل شوت داون ونو شوت داون للبورت، هلاقي نفسي وصلت لمرحله الفورورد في النو تايم. واضح اللي انا ناوي اعمله؟ تمام. تعالى نعمل الكلام. هنزل تحت الانترفيس اسر 0 على 0. اه صحيح، قبل ما نعمل شوت داون ونو شوت داون والكلام ده، ايه رايكم تيجوا نلعب شويه بالديباج؟ ديباج سبانينج تري ايفنتس. تمام؟ هنزل تحت الانترفيس اسر 0 على 0 زي ما اتفقنا شوت داون، وبعد كده نو شوت داون. لو قلت له دلوقتي شو سبانينج تري، في حاجه برضو معلش سوري دي غلطه مني، سبانينج تري المود بي في اس تي. سيبكم من اللي طلع ده كله بقى، شوت داون ونو شوت داون، لان طبعا البي في اس تي البيهيفير بتاعه مختلف تماما عن الار اس تي بي. تمام؟ هقول له دلوقتي نو شوت داون. ماشي يا عم انجز. لو قلت له دلوقتي شو سبانينج تري انتر، هو في حاله ايه دلوقتي؟ ليسننج. ليسننج learning لسه learning كده بقى ايه؟ forward. لو طلعت فوق خالص، طبعا في سيس لوجز طلعت كتير من اول ما قلت له no shutdown. تمام؟ قال لي الانترفيس دلوقتي ايه؟ في حاله الليسننج. بصوا كده على التايم ستامب، الاكشن ده حصل الساعه كام؟ 23 مينت 54 ثانيه. تمام؟ لغايه ما تحول للفورورد تحت،
كان 23 لتر كام؟ 54 30 ثانية. 30 ثانية ولا لا؟ تمام؟ طيب هنزل دلوقتي تحت الانترفيس اصير 0 على 0 تمام؟ ونفعل بقى بروتوكول او الفيتشر بتاع البورت فاست. كل اللي فيها ان انا اقول له سبيننج تري مسافة بورت فاست. هقول له ايه؟ بورت فاست. اكبر تحذير فيك يا سيسكو، بورت فاست شوت اونلي بي انيبلد على البورت، المفروض تفعليه على البورت كونكتد تو ا سنجل هوست اللي مربوط بي سي او راوتر، المهم يكون هوست واحد بس. انما تستهبلي وكونكتنج الكلام ده على البورت ده على هاب او كونسنتريتور او سويتش او بريدج او اي نوعيه من انواع الاجهزه دي، انت كده بتستهبلي في ايه؟ في سويتشنج. وقال لي الفيتشر اللي انت عملتيه ده مش هيشتغل، مش هيتيك افكت الا لما اتاكد ان انت في النون ترانكينج مود عشان يضمن ان هو مش واصل بسويتش تاني. يبقى كان لازم اقول له سويتش بورت مود اكسس كده اتفعل. تمام؟ لو جيت دلوقتي هنا بقى قلت له شوت داون وبعد كده نو شوت داون، بصوا كده بسرعه شو سبيننج 3، قال لي الانترفيس ده حالته بقى ايه؟ فورورد. تمام؟ ولو بصيت فوق كده من اول ما قلت له نو شوت داون، ادي نو شوت داون اهو. تمام؟ التايم ستام 56 مينت، 26 مينت اسف 5 ثواني اب. فعل السيس لوج هنا اب تقريبا فين فين اب انا مش لاقيه. دي حتى مش ثانية، ده دي 2 من ثانية. اه هي كده فعلا ثانية. تمام؟ أقل حتى ما كملش حتى ثانية. تمام؟ والبورت بتاعي دلوقتي بقى إيه؟ ولقيت هنا كلمة إيج. إيج دي يعني إيه؟ معناها إن البورت ده متطبق عليه البورت فاست. تمام؟ عشان أفريفاي. لو أنا قلت له دلوقتي أنتي بقول بقى كده خلاص. تمام؟ لو أنا قلت له دلوقتي شو سبانينج تري وعايزه اركز على الانترفيس اسر 0 على 0، عايزه اعرف بتطبق عليه البورت فاست ولا لا. قال لي ان البورت فاست دلوقتي حالته انيبل. طب لو انا قلت له دلوقتي وريني معلومات ديتيلز عن الانترفيس ده، لو ركزت تحت كده هقول لكم تعالوا نفلتر انكلود بي بي ديو عشان اركز بس على السطر اللي تحت. تمام؟ لقيته عمال يسند بي بي ديو كل ثانيتين اهو، صح؟ ما هو ده الروت سويتش في حالتي، ما عنديش حل غيره. فعمال يبعت بي بي ديو بس ريسيف لا مفيش، وعشان كده البورت فاست بتاعي انيبل. تمام؟ طيب لو انا جيت دلوقتي على سويتش اسفه على الراوتر اللي قصاده ده هسيميوليت كسيميوليشن ان انا بالغلط شلت البورت ده من جهاز الكمبيوتر وقمت موصلاه بسويتش تاني. طبعا السويتش التاني المفترض انه هيبعت بي بي ديو، صح؟ البورت فاست هيشتغل ساعتها؟ المفروض لا. تمام؟ لو انا دلوقتي شغال على ديفايسز حقيقيه، يعني لو عملت لكم الكلام ده جبت الراوتر والسويتش وعملت عليه الكلام ده دلوقتي، اجي ساعتها اقول له شو بورت فاست، هلاقي دي ساعتها اتحولت لوحدها لديسيبل. مجرد ما الديفايس اللي قدامي بدا يبعت بي بي ديو اللي هو في حاله الراوتر هسيميليت انه بقى سويتش وبدا يبعت بي بي ديو، على طول المفترض ان دي هلاقيها ايه؟ ديسيبل. ده لو كنت شغاله في برودكشن حقيقي. وبرده على حسب البوكس اللي انت شغال عليه، مش كل السويتشات بتعمل نفس البيهافير. تمام؟ تعالوا كده نيجي على الراوتر، هنزل جوه الكونفجريشن مود واقول له بريتش. تمام؟ ان انا عايزه اتعامل ببروتوكول، الاول اديله رقم، عايزه اتعامل ببروتوكول الاي تريبل اي. الاي تريبل اي ده معناه ان انا كده بفعل عليه بروتوكول السبانينج تري. تمام؟ ليه اسباب بخلي الراوتر يتعامل كسويتش؟ اه بس مش وقتها دلوقتي، لو افتكرت في اخر اليوم هقول لكم امتى. تمام؟ الرقم ده بقى ايه لازمته؟ عشان لما انزل تحت الانترفيس بتاع الراوتر اقول له بريتش جروب، شغل لي الجروب اللي انا كريته اللي رقمه 1 اللي هو بيبعت عن طريق بروتوكول السبانينج تري. تمام؟ انتر. لو جيت دلوقتي على السويتش هنا، لو انا قلت له بورت فاست زي ما قلت لكم في الواقع كنت هلاقي ان ده ديسيبل. تمام؟ طب لو قلت له انكلود كده بي بي ديو، ايه ده؟ ده انا بدات استلم بي بي ديو، في بي بي ديو زي بتجيلي، صح؟ بدات استلم بي بي ديو مش كده؟ طيب
افرض دلوقتي ان انا شغاله على موديل مش بيسبورت ان البورت فاست لوحده يبقى ديسيبلد، تمام؟ ريكومندد بقى ان البورت فاست بشغله مع فيتشر تاني اسمه بي بي دي يو جارد. بي بي دي يو ايه جارد؟ ايه البي بي دي يو جارد ده بقى؟ ده اوبشن انا بفعله على البورت بتاع السويتش. تاثيره ان اول ما هستلم بي بي دي يو من الديفايس اللي قدامي هيروح موقع الانترفيس في حاله الايرور ديسيبل. هيروح موقع الانترفيس ايه؟ اشغل الفيتشر ده ازاي؟ هاجي كده على سويتش، انزل تحت الانترفيس اسر 0 على 0 واقول له سبانينج تري بي بي دي يو. اصل في اتنين فيتشر، واحد اسمه بي بي دي يو جارد، وفي الان بي ان شاء الله هتتعلمه كمان بي بي دي يو فلتر. اللي انا انترستد فيه دلوقتي اللي هو مين؟ بي بي دي يو جارد انيبل، تمام؟ مش الديفايس اللي قدامي لسه بيبعت لي بي بي دي يو؟ على طول لقيته دلوقتي بيقول لي ريسيفد بي بي دي يو على البورت ده بي بي دي يو جارد انيبل، قام عامل ديسيبل للبورت، وقام وقع في انترفيس في حاله بوتنج انترفيس ان ايرور ديسيبل. تعالوا نتاكد، لو قلت له شو انترفيس ستيتس قال لي فعلا الانترفيس اهو بقى حاله الايه؟ الايرور ديسيبل. بسبب ايه يا عم؟ البي بي دي بورد، تمام؟ تعالوا بقى اجي دلوقتي على الديفايس ده كده الراوتر واخليه بطل يبعت بي بي دي. هنا زي ما اتفقنا مش هيقوم لوحده، امال اتصرف ازاي؟ نعم الصحراء دي انترفيس وقع في حاله الايرور ديسيبل يقوم ازاي؟ او شت داون ولا شت داون، او اعمل له انترفل. يا راجل والله هاجي هنا اقول له ايرور ديسيبل ريكفري. قلنا هحدد حاجتين الكوز والانترفل، افضل احدد الانترفل الاول عشان تتيك افكت لو سمعت صوت حد، ولا وهحدد مين كمان الكوز اللي هو بي بي دي يو جارد. لو جيت بسرعه كده هنا قلت له شو ايرور ديسيبل ريكفري، انا عملت له انيبل اهو بي بي دي يو جارد، ولو نزلت تحت 24 ثانيه بالظبط والانترفيس هيقوم لوحده. واضحه كده؟ استنى بقى ال 24 ثانية دول 10 ثواني، والمفترض ساعتها يطلع لي السيسلوج يقول لي الانترفيس ايه. طبعا مش هيقع تاني لان انا خلاص خليت الراوتر يبطل يبعت بي بي دي يو. ايه اهو ريكفر فروم بي بي دي يو ايرور ديسيبل ستيت، والانترفيس فعلا رجع ام اب، تمام؟ شوية هنتات بسيطة بقى عشان يبقى خلصنا البورت فاست. انا هفترض دلوقتي ان ده مش بي سي عادي، هفترض ان ده سيرفر بالظبط. من شويه لما انا جيت اشغل البورت فاست قال لي ان الانترفيس ده لازم يبقى اكسس ولا ترانك؟ اكسس، عشان اصلا البورت فاست يرضى يشتغل، صح؟ طب ثانيه واحده، هو السيرفر ده في فيلانات معينه بتحب ان هي توصل له، ولا غالبا اغلب الفيلانات او كل الفيلانات عايزه توصل له؟ كل الفيلانات. يبقى المفترض ان اللينك ما بين السويتش وما بين السيرفر ده المفترض يكون ايه؟ اكسس ولا ترانك؟ ترانك. طب ما هو انا اصلا لما جيت اشغل البورت فاست قال لي لا لازم يبقى اكسس، بس انا يهمني ان اللينك اللي موصلني بالسيرفر برده يبقى شغال عليه البورت فاست، عشان لما يجي يقع ويجي يقوم تاني يقوم في النو تايم، وعشان الحوار بتاع تي سي ان، تمام؟ اتصرف ازاي؟ قال لك سمبلي وانت تحت الانترفيس اسر 0 على 0. هو الامر بتاعي كان ايه؟ سبانينج تري مسافه بورد فاست، صح؟ لو استخدمت الهيلب هلاقي هنا اوبشن اسمه ترانك. هلاقي اوبشن اسمه ايه يا شباب؟ ترانك. اتقل معايا اتقل معايا، تمام؟ هلاقي اوبشن اسمه ايه؟ ترانك. لما انا قلت له ترانك اداني التحذير الاولاني بس، انما التحذير الثاني بتاع بورد فاست مش موجود، صح؟ انت بتقول لي فين الامر ده دلوقتي او الاوبشن ده؟ على حسب برضو الموديل بتاع السويتش. يعني على سبيل المثال البوكس اللي قدامي ده الامر بتاع ترانك هيدن فيه، تمام؟ او لو انت عايز تشوفه هتقول له اتش مسافه ترانك، تمام؟ موديلات ثانيه يعني لو كنت اشتغلت مثلا على الموديل ده 5.1 هتلاقي الاوبشن دايركت، جاست ان انت تقول له سبانينج تري مسافه بورت فاست وتستخدم الهيلب هتلاقي ايه؟
تراما على طول، تمام؟ فبيفرق على حسب الموديل، لكن اغلب الموديلات اللي هتشتغلوا فيها خصوصا الاكسس سويتشز مجرد ما تستخدم الهيلب هتلاقي على طول الاوبشن بتاع تراما. اللي يهمني تاني دلوقتي ان ما لقيتش الاوبشن بتاع التحذير بتاع ايه البورتفاليو، تمام. طيب انا دلوقتي شغاله في سيناريو فيه انترفيسز كتيره جدا عايزه احولها لبورت فاست، وانها هقعد بقى كل انترفيس انزل تحتيه واقول له الكلام ده ولا حتى يعدوا الانترفيس رينج. امال قال لك ايه رايك تشغله لي جلوبالي على مستوى السويتش في الكونفيجريشن، تمام؟ فهقول له هنا سبانينج تري مسافه بورت فاست، لو استخدمت الهيل المفترض برضه هلاقي اوبشن اسمه ايه ديفولت، تمام. انا كده فعلت البورت فاست على كل الانترفيس. لا ثانيه واحده بقى، ده انا عايزه اشغله على الانترفيسز اللي نوعها اكسس، صح؟ هو اصلا مش هيشغل البورت فاست على اي انترفيس الا لما يبقى اكسس، الا لما يبقى ايه اكسس. اي بورت نوع اكسس على طول يروح مشغل عليه البورت فاست. طب افرض برضو جلوبالي عايزه ان انا اشغله على او اشغل البي بي دي يو على كل الانترفيسز، تمام؟ جاست برضو ان انا هقول له بورت فاست مسافه بي بي دي يو جارد ديفولت ثانيه واحده اصلا في هنا حاجه غلط. بي بي دي يو جارد يا بورت فاست، لا الامر ده بس هقول له نتورك او اتش بي بي ديو جارد ديفولت على حسب برضو الموديل، على حسب الموديل، تمام. هنا اضطريت ان انا احط في النص الاوبشن بتاع اتش معاكم انتوا، واغلب السويتشات الاكسس مش هتلاقوا الحاجه دي. الامر بتاعكم هيبقى سبانينج تري مسافه بورت فاست مسافه بي بي ديو جارد مسافه ديفولت بس، تمام. دلوقتي بقى عندي انترفيس دونا عن الباقيين كلهم، مش انا شغلته جلوبالي، عندي انترفيس دونا عن الباقي كله عايز اعمل ديسيبل للبورت فاست وديسيبل للبي بي دي جول، يبقى تنزل تحت الانترفيس وتقول له سبانينج تري مسافه بورت فاست مسافه ديسيبل، تمام. ونفس الكلام بالنسبه بي بي دي يو جارد مسافه لو انت عندك سبيسيفيك انترفيس عايز تعمل ديسيبل بعد ما شغلته جلوبالي تكتب الامرين دول تحتي. اي مشكله كده في البورد فاست؟ طيب هنت بسيطه كده، امتى اضطر ان انا اصلا الراوتر اشغل عليه بروتوكول مين؟ السبيننج تري، تمام. سيناريو مثلا انا شفته قبل كده او اتحكى لي عنه قبل كده ما شفتوش بعينيا، على سبيل المثال مثلا الراوترز اللي بتبقى في البنوك ساعات، مش البنوك اسفه، ساعات في بعض الاحيان بيركبوا مكان اي تي ام جوه الفنادق مثلا، تمام. فعايزين الراوترز تشتغل كانها سويتشز ويشغلوا عليها بروتوكول السبانينج تري، تمام. ليه؟ ممكن يبقى عندي تو انترفيس عايزين نربطهم مع بعض، ما هو ما ينفعش ان انا تبقى الانترفيس دي راوتد انترفيس وادي كل بورت منهم نفس الاي بي، مش هينفع. فساعتها بحولهم كانهم سويتشد انترفيسز. ازاي؟ بشغل بروتوكول السبانينج تري جلوبالي واجي على التو انترفيسز دول عدلهم نفس الجروب نمبر، تمام. يبقى ساعتها انا اتعاملت مع التو بورتز دول كانهم ايه؟ كانهم سويتش انترفيس واحد، وساعتها تقدر تتعامل معاه وتدي له اي بي واحد بس. حاضر، الله يستر بعد كده. المهم البورت فاست كده فيه مشكله؟